مساء الخير، من شو إلك وشو عليك وعبر هوا الأو تي في. تحية لكم مشاهدينا من وين ما عم بتتابعونا مباشرة بحلقة جديدة مع مواضيع وضيوف جديد. برحب بالخبير المالي جو صقر. مساء الخير جو، على طول موجود معنا دايما كخبير بالشؤون الضريبية العامة. أهلا وسهلا فيك، وسوا بشرفنا نكون عم نرحب بضيفة الليلة من شو إلك وشو عليك، المحامية بالاستئناف استاذة ليان عاصي. أهلا وسهلا فيك. يعني مساء الخير لأستاذ جو، وبتشرف إني أكون معكم الليلة بهالحلقة السبيسيال. فعلا بتشرفينا لأنه أول مرة بتطل معنا عنصر نسائي بشو إلك وشو عليك. خي هيدي سابقة بتتسجل لي. لكن مزبوط، يعني مشكلة أساسية عم نعاني منها اليوم إلى جانب المشاكل والملفات الاقتصادية المالية العديدة الأخرى، وهي الاتفاقيات والعقود بظل أزمة سعر صرف الليرة والأزمة الصحية وكل التبدلات والتغيرات يلي طرأت. لا تكون العنوان العريض طبعا لحلقة الليلة مع حضرتك الأستاذة عاصي. بذكركم مشاهدينا أيضا أنه بإمكانكم متابعة الحلقة مباشرة على صفحة فيسبوك جو صقر توكس، وبإمكانكم تكونوا عم بتشاركونا بأسئلتكم وتتفاعلوا معنا من خلالها. اولا ببدا يعني بعد قرار التعبئه العام يلي صار من بعد الوضع الصحي والاقتصادي، ومن بعد ما نص والعدد الكبير من اللبنانيين خسروا وظائفهم او يمكن رواتبهم نصف رواتبهم، يعني ازمه عم بتمر على الكل، ولازم دائما حسن النيه يطغى على كل العلاقات بين خصوصا انه عم نشهد يعني كثير تنامي لاسباب النزاع يلي عم بتصير والتضارب الحاصل عم بتصير حول سعر الصرف. اليوم هل يحق للدوله اللبنانيه او للمؤسسات العامه استيفاء الضرائب والرسوم بالعمله الاجنبيه او على اساس سعر الصرف غير السعر المحدد من قبل مصرف لبنان؟ هلا تننطلق من بداية الحلقة بدي وضح نقطة، انه الوضع يلي نحن فيه عم نمرق اليوم ان كان على ليفل الصحي او ان كان الأزمة الاقتصادية ولا التضخم اللي عم بيصير ولا التضارب بسعر كذا سعر صرف فيه بلبنان، ما في ولا اي قانون بيغطي هيدي الحالات وبينظم العلاقات بين الافراد بظلها. بهيك حالات عادة حالة استثنائية بدأ قانون استثنائي تطبق مثلا من هالفترة لهيدي الفترة، بيقول لك المشرع تطبق هيدي الأحكام، مثل ما صار من بعد أحداث ال 75 بسنة ال 77 بالنسبة لقانون العمل، مثل ما ذكرتي مثلا صدر مرسوم عن الرئيس لياس سركيس نظم قضايا العمل. بيرجع عندك عن الرئيس أمين جميل سنة 82 و 83 موسوعة قوانين استثنائية بترعى هيدي الفترة الاستثنائية اللي عم نمرق فيها. اليوم للأسف بعد ما في تشريع، ما في مراسيم أقله اشتراعية عم تصدر، يعني فوضى وما بعد فوضى. بالنسبة هل الدولة بحق لها تستوفي الرسوم والضرائب؟ مثل ما قلنا قانون صريح بجاوب ما في، ولكن بدنا نبتدي بتعريف شو هو السعر الرسمي. سبق بمداخلة لإلي ببرنامجكم الكريم وضحت نعم انه ما في سعر رسمي. قانون النقد والتسليف بلبنان أناط بمجلس النواب صلاحية تحديد شو هو السعر الرسمي. عادة السعر الرسمي يقاس للذهب، وهلا اليوم صارت كثير صعبة بعد كل هالسنين اللي مرقت، لانه بدك تقيسيه على كذا عمله، ما في بس دولار، نحن اليوم اكثر شيء لانه مدولر الاقتصاد، ولكن في كذا عمله. قياسا للذهب بينطلقوا، البرلمان من وقتها سنه 63 صدر القانون تقاعس عن تحديد سعر رسمي، احال المهمه للحكومه ممثله بوزير الماليه ب 73 اعطاه صلاحيه تحديد السعر خلال مهله 6 شهور، لليوم بعد ما في. دونك رجع الموضوع الصلاحيه لمجلس النواب، ولليوم مجلس النواب ما حدد. حاكم مصرف لبنان كمان ننطلق من هالنقطه انه هو ما عنده صلاحيه اصلا يحدد انه 1005. دونك اساسا غلط. ولكن اليوم كسعر رسمي قاطر جيمين ما في غير الصادر عن حاكم مصرف لبنان، دونك رح نستند له. الدولة بحق لها تستوفي الضرائب والرسوم أكيد فقط بالليرة اللبنانية. مشان هيك عنا دايما مشكلة اليوم convert يعني تحويل الدولار أو whatever عملة لليرة اللبنانية. بفهم بهيك أوضاع أنه الدولة بدها تزيد
مداخيلها بظل تراجع المداخيل فوق ال 25% بظن اخر السنه. تراجع جبيه الضرائب وتسديد الضرائب، حتى الجمارك في عندها تراجع بسبب الازمه الصحيه. اي صحيح. يعني كمان الدوله ما بده تغرق اكثر بهالجوره، طبيعي مفهوم انه بدها تزيد جبايتها، بدها تزيد الضرائب. الهدف من هيدي النقطه انه زياده الضرائب وتكليف المكلفين بضرائب مفهومه، ولكن كمان معروف عادة بهيك أزمات بيزيد الإنفاق الحكومي، بيزيد الإنفاق الحكومي وبتتخفض الضرائب. اليوم العكس عم نشوفه عم بيصير للأسف. هلأ بهذا الموضوع أستاذ جو على اطلاع أكتر مني، أنا ناخد رأيك إذا بدك بعطيك باختصار شو هن المخالفات القانونية من جهتي أنا للقرار. طبعا 893 اللي صدر مؤخرا عن وزير المالية. أول مخالفة قانونية تؤخذ عليه، وحضرتك طرحت على أستاذ شحادة كان ضيفكم بالحلقة الماضية، قلت له هالقرار عم بيذكر شيء اسمه قيمة فعلية للعمل الأجنبية. نعم. هيدا الشيء أول مرة بينذكر، يعني لا القرار ولا حدد عرف شو هي القيمة الفعلية، ولا حدد الجهة يلي عندها صلاحية تحدد شو هي القيمة الفعلية. وثالث نقطة كمان حضرتك سألته هالسؤال وللأسف الجواب ما كان يعني واضح، لأنه حتى هن بالوزارة يعني بتصور أنه منا واضحة بعد الصورة بالنسبة لهم. من تاريخ سرايين هالقرار ما في بدل ما فاولوا يعني ايه ما في يرجع ريترو اكتيف سنه لورا. عم بيقول لك السنه قربت تخلص بديسمبر بيطلع هيك قرار، ما ديجا القيود باخر ديجا القيود تسجلت، العمليات كلها تسجلت. صحيح. صار في تلاعب مفروض ينحل في تصريح انبعثت يعني تصريح فصلي. جو شو رايك بهذا الموضوع بشكل عام؟ يعني هلا صدر بجاي بموازنه سنه 2021 جاي ماده بتقول انه لما في ايرادات عم تدفع بالعمله الاجنبيه ضريبتها بدها تكون بالعمله الاجنبيه. يعني مثلا الرواتب يلي رح تندفع بالدولار مثلا لازم ضريبتها تندفع بالدولار. هلا هون رح نفوت بجدل انه واحد دفع راتب دولار فريش ورح يدفع ضريبته من دولار الموجود بالبنك، منا واضحة. بس جاي مادة بموازنة 2021 بتحكي عن هالموضوع. هلأ إذا بدك استيفاء حاليا الضرائب على غير سعر الصرف من القرار 893 واضح كان لجهة أنه أيدي العمليات على أساس سعر الصرف القيمة الفعلية. القيمة الفعلية هي قيمة الدولار بالسوق السوداء، يعني نعم مسميه البلاك ماركت. مظبوط. لا ما في قيمة فعلية للدولار هلا مثل ما قلت الباتر غير ال 1500، وإذا لو كانوا عم يقصدوا ال 1500 ما كان في لزوم يطلع القرار، لأنه كل الناس عم تشتغل على سعر الصرف 1507.5 يلي صادر عن مصرف لبنان. نعم. هلا نجي لجيبية الضرائب حاليا إذا في تأثير على ضريبة ال TVA. هيدا القرار بيأثر على ضريبة الضريبة على القيمة المضافة، لأنه هي الضريبة الموجودة على الفاتورة. كنا ذكرنا قبل أنه ضريبة على القيمة المضافة إذا انقبضت بدولار الفريش، يعني الدولار النقدي، بدها تتسدد للدولة بما أنه هي بالعملة الأجنبية، بدها تتسدد على قيمتها الفعلية. أما إذا انقبضت بالليرة اللبنانية المرسوم 7308 المادة 18 كتير واضحة بتقول أنه الفواتير يلي بتصدر بالعملة الأجنبية تتحول الضريبة على القيمة المضافة يلي عليها على أساس سعر الصرف الرسمي يلي هو 1500 هلأ. وهيدا الفواتير إجمالا عم تصدر منسميها بزنس تو بزنس، يعني بين تجار. أما المستهلك أو المستهلك النهائي، هو ما في تعريف وزارة الاقتصاد لشيء اسمه مستهلك نهائي. في المستهلك، المستهلك يلي بياخد خدمة مش لا يرجع ينتج منها إيراد، مجبورة تفوتري على أساس الليرة اللبنانية فقط. معناتها هون الضرائب رح تلحق قيمة الفاتورة، يعني رح تكون باللبناني. اسمحي لي عقب على اللي قاله وتفضل فيه. بالنسبة للمرسوم التطبيقي لقانون TVA، ديجا وزير المالية بهيدا القرار 893 أهم مخالفة تؤخذ على هذا القرار أنه فيه تجاوز لحد السلطة. يعني نحن منعرف لما يكون في قانون يلي هو قانون التفاق أو مرسوم التطبيق اللي بيتعلق فيه
صادرين على سلطة أعلى من وزارة المالية. نعم. دونك ما فيك تلغي قانون أو مرسوم بقرار عن سلطة أوطى. هذا تجاوز لحد السلطة وبيعرض القرار للطعن قدام مجلس الشورى. نعم. هيدي أهم مخالفة لإله. وبعدين في مخالفة بعد إنه ناقض في قرار حضرتك بتعرف فيه أكيد أكتر الدولة وزير المالية. نعم. بنفسه صادر قرار بال 2001 بيقول إنه تعتمد معايير المحاسبة الدولية. نعم. طب معايير المحاسبة الدولية ما بتقول قيمة فعلية، بتقول سعر صرف رسمي وقت اللي تدخل بتاريخ السعر شو اليوم ووقت اللي تقفل السنة بهالسعر، ما في قيمة فعلية. دونك كذا مخالفة تأخذ على القرار، وأنا برأيي معرض للبطلان. حتى كمان ذكرتي حضرتك إنه مفعول بدء القرار، القرار اجى باخر يوم او قبل اخر يوم من سنة 2020. نعم. اليوم اذا بدنا نجي نطبق نحن على سنة 2020 هيدا القرار، يعني نحن عم نرجع لورا بمحاسبة تم اقفالها بمحل معين وتصرحت دوريا، ونحن بنعرف انه المحاسبة اليوم تنعمل على سوفتوير، يعني على برامج محاسبة، ما لنا محاسبة على الايد تنمحي ونرجع. أكيد. وفي برامج بتسكر الشهر وما بتخليك ترجعي لتعمل اي تعديلات فيه. القرار منيح بمحل معين انه عم يعمل مارك تو ماركت، عم بيرد قيمه المحاسبه على قيمه الدولار يلي هو صار كتير بعيد السعر الرسمي عن السعر الفعلي، بس كمان بمحل من المحلات بده مراسيم تطبيقيه لينعرف كيف بده يتطبق القرار وكيف بده ينعكس على محاسبه الشركات. بالنسبة لعقود الإيجار يلي منظمة بالدولار، وكمان عنا اتفاقيات بيع العقارات، نحن بنعرف انه في واحد يشتري عقار غير منجز بعد، هون ما بيكون عمل عقد بيع ممسوح، بيكون وقع هو والمطور مثلا اتفاقية بيع، وهذا هي الاتفاقيات قبل كانت اكتريتها الساحقة بالدولار، بما انه ما كان في فرق، يعني ما كان عم يتغير سعر الصرف. مزبوط. كنا دائما على 1500 دولار او لبناني ثابت كان السعر واحد، ونفس الشيء عقود الايجار، يعني كنا نعمل عقد ايجار لنهونها ب 10000 دولار بالسنه، يعني 15 مليون، و15 مليون يعني 10000 دولار. مزبوط. هلا شو راح يصير بهول العقود، خاصه انه الدولار النقدي مفقود، اتليست مفقود بين ايدين اذا بدك المواطنين يلي عندهم تعامل بين بعضهم، تنشيل التجار على جنب، وشو رح يصير بعقود الاتفاقية بيع العقارات؟ هلا بالنسبة لفقدان الدولار هيدي منا مشكلة. نعم. عمليا، لأنه بعد شوي رح نحكي فيها، مهم نحكي فيها إنه الاستيفاء بالليرة ملزم بلبنان، يعني مجبورة تستوفي بالليرة، دونك عدم وجود فقدان الدولار منه مشكلة. نعم. المشكلة بأي سعر صرف بده يتطبق على العقود، لأنه مثل ما تفضلت وقلت. نعم. أكترية العقود بالدولار بتنعمل. هلأ بالنسبة للأجارات قبل 92 كلهم باللبناني، يعني أنا صراحة عم شوف قدامي سيناريو 1984 ومشكلة الأجارات اللي بنسميها القديمة عم بيتكرر اليوم مع الأجارات الجديدة مفروض. صح. هو زيته السيناريو عم ينعمل، يعني هاي المشكلة قديمة. نعم. جديدة زادت المصيبة على المؤجر، زادت بعد. نعم. يعني كنا نحكي بمشاكل ضلت كذا سنة لسنة 2014 لطلع قانون الأجارات الاستثنائي، زادت، يعني هلأ صار بده قانون استثنائي فوق الاستثنائي، هيدا للقديم. بالنسبة للجديد عم بينعاد السيناريو هو زيته. هلأ عادة بالعقود بشكل عام في مبدأ هو إلزامية العقود، هيدا المبدأ مشكلة، بس بما أنه نحن بحالة استثنائية أكيد بدنا نبعد عنه. إلزامية العقود يعني العقد شريعة المتعاقدين، يعني بين أنا وأنت عاملين عقد، بيناتنا العقد قيمته مثل القانون، لأنه نحن اتفقنا على شيء حرين. ولكن كمان عندك مادة قانونية بالموجبات والعقود بتقلك تفسر وتنفذ العقود وفقا لحسن النية. اليوم متكلين على حسن النية عند جميع الأفراد. ولازم تنوجد، لازم، لأنه إذا ما اتفقوا بحسن النية وحبيا بدهم يلجأوا للقضاء. أكيد. القضاء لما ما يكون في قانون بظل غياب القانون بحق له هو يعمل اجتهادات إلى قيمة مثل القانون، يعني عندنا نحن يرابشي دينار وسورس دي دروا بيدخل منا البريسيدنس تبع المحاكم. نعم. دونك القاضي بحق له يجي يعيد لها العقود توازنها،
لنرجع للمشكلة عم تقلي الأجرات والتأثير، مشكلة الاقتصادية اللي اليوم ومشكلة الليرة عم بيأثر أول شيء على عم بيفقد التوازن بالعقود. يعني أنا مثلا عملي عقد معك سبب الموجب تبعي أنا التزمت بشيء مقابل التزامك بشيء، أنت التزامك ما بقى له قيمة بالنسبة إلي، هل بحق لي أفسخه لهالعقد؟ عادة القانون بيقول لك إيه، بس اليوم نحن الهدف المحافظة على العقود لأنه الاقتصاد كله متعلق بهالعقود ما فيك تفسخها. قلنا في عنا مبدأ عام فينا نستند له كمحامين، بنعطي نصح كقضاة لما يلجأوا لهم رح يعطوا أكيد هيدي رح يستندوا لهالمبدأ هو نظرية الحدوث طارئ، الحوادث الطارئة. في فقهاء اعتمدوا هاي النظرية ولو انه القانون ما لاحظها، ولكن فينا نستشفها من نصوص قانونية انه لا بلبنان بتطبق هيدي النظرية حدوث طارئ. تدهور العملة هو طارئ حصل بخليك تبعد عن مبدأ إلزامية العقود. شو بيصير؟ الحل هو انه تتعدل العقود يا حبيا. انا بروح عمليا شو بيصير؟ انا مديون بجي بدي ادفع لك لنقول اجار، بعمل ايداع عند كاتب العدل على 1005 لانه انا برايي هيدا هو سعر الصرف المتواجب. عم بتصير بيجي بالنسبه لاجارات 82 تنوضح الايداع عند كاتب عدل او حوالي عبر البريد المضمون سوري تبرئ ذمه المستاجر. دونك بالنسبه للاجارات القديمه ما عندنا مشكله، عندنا مشكله بس بتخمين القيمه التاجيريه للعقار لانه القانون الجديد 2014 بيقول 4% بدل المثل. بدل المثل يعني بدك تخمن. صحيح. تخمين كيف بده يصير هيدي مشكله. العقود الجديده عملنا ايداع، الداين بحق له يعطوا رد خلال 10 ايام على هيدا الايداع، عمليا هيك عم بتصير. بيقول لا انا ال 1500 ليره ما بتناسبني بدي ريت اكثر، بيروحوا على المحكمه، المحكمه بتحدد سعر صرف بكل حاله على حدا بتنظر. طلع شيء مؤخرا عن المحاكم؟ طلع قرارين. ما هي المشكله كمان انه المحاكم مسكره بسبب كورونا. يعني عندنا تعبئه عامه، ديجا القضاة ما عم بيقدروا يوصلوا تا يبتوا بهالملفات العلقانه. دونك اللي بننصح فيه دائما كومبرومي، حلول حبيه، المدين يعمل ايداع وبيعترض عليه، يا بيلاقوا حل حبي يا بيروحوا عند القضاء وبيحكم بيناتهم. بالنسبه للعقارات في ديوان المحاسبه اصدر قرار جيد جدا وصل لوزاره الداخليه باستشاره انه يعتمدوا سعر ال 1500 ليره. هيدا لا يلي قادر، ما قلنا كل حالي على حدا. دونك يا حبيا يا قضاء يا نروح على التحكيم، تحكيم بالانصاف بالعدل بيرجع التوازن للعقود. بس كمان يعني انا سالتك عن اتفاقيه البيع للعقارات غير المنجزه. بتعرفي هلا في يعني كان في اثنين يتفقوا يعملوا اتفاقيه بيع عقار غير منجز، يقول له انا انت وعم تطور انا عم سدد لك، بيخلص هو والشقه سوا، المبلغ اللي بيبقى بيرجع بينحط كل المبلغ بعقد بيع ممسوح بتتسجل. اليوم يمكن كانوا متفقين انه انا بدفع لك بالشهر 1000 دولار وانت بتكفي هيدي الشقه، ما قادر بقى اليوم يسدد ال1000 دولار نقدي لان صارت قيمتها كثير عاليه طبعا، وبنفس الوقت المطور ما انه قادر ياخذ ال1000 دولار شيك وما انه قادر ياخذ مليون ونص. شو بيصير بهيدي الحاله؟ بحق له لما يصير في عدم توازن وسبب الآخر الحال، يعني ما هو مثل ما قلنا سبب موجب أنا هو موجبك. إذا موجبك راح أو بطل له قيمة فينا نفسخ العقود، ما في مانع تنفسخ العقود. بتطلب بهذه الحالة ما بنسميه فسخ، بنسميه إلغاء. بترجع الحال إلى ما كان عليه وكل شيء اندفع تسدد. ما هيدا استرجاع الثمن هو اللي عم بيكون مشكل، لأنه أنا اليوم مسدد لك على مدى تنعتبر سنة 12,000 دولار، كيف رح تردي لي اياهم اليوم؟ معقول تجي تردي لي او 10,000 دولار لنهونها، معقول تردي لي 130 مليون او 140 مليون؟ مثل ما قلنا بده يصير في كومبرومي من الطرفين. يعني شو بيناسبه ايداع، ما ناسبه اعترض عليه، بيروحوا عند القاضي بيتفقوا، بيروحوا عند محامي، بيروحوا عند محكم ممكن بيحكم بالانصاف بالعدل، بيجرب قد ما في يعني يحمل الضرر للطرفين. بهيك حالات بدك تشوف كل حالي على حدا قد ايه بيحمل هيدا قد ايه، ودائما حسن النيه هو سيد. طيب. ماتر خلينا شوي نروح على جزء تاني نحكي عن العمل اللي عم بصير من البيت
هل يحق لصاحب العمل انه يصرف اجراءه او يخفض لهم اجراتهم بظل التعبئه العامه اللي عم نعيشها، او اذا كانوا عم يشتغلوا من بيوتهم؟ هلا مبدا دائما بننطلق منه حريه التقاعد التعاقد، ولكن بقانون العمل انتظام عام ما فيك تخالفي. الفسخ كتير له شروط ضيقه بقانون العمل. الفسخ وفقاً للمادة 50 فقرة واو، إذا كان في قوة قاهرة، مثل إذا بدك تعتبري التعبئة العامة هي قوة قاهرة عم تعمل استحالة لتنفيذ العقود، يعتبر صرف لقوة قاهرة أو صرف لظروف اقتصادية. بدك تشوفي أول شيء هيدا التعبئة بشو عم بتأثر على رب العمل، ليه بده يصرفه، ليه بده يفسخ العقد. إذا عم ترهقه مادياً يعني بده يصرفه لظروف اقتصادية، إذا لأنه استحالة ما بقدر يتنفذ مثلاً لغى ديبارتمنت بده يقلص عدد موظفينه، لظروف فنية، لظروف اقتصادية، لقوة قاهرة. هول الثلاث حالات يلي لاحظهم القانون، في لهم شروط very strict يعني شكلية. في شو أشكال الشروط؟ كان بدي سؤال بده طرحه، شو أشكال الشروط؟ بدك تتقدم لوزارة العمل شهر قبل ما تعلم الأجير أنه رح تصير فيه، بتقولي له بتعطيه ليستا بالاسامي اللي بدها تنصرف، بتعلل الصرف، بدك تبرزي ورائك الموازنات، المفروض يكون في سبب بيعلل ليش بدي افكس الشغل طبعا. وكثير بيتشددوا بوزاره العمل بتطبيق الصرف لهيدي الاسباب يعني. هلا بالنسبه للتعبئه العامه الاستحاله منا دايمه، دونك هول الحالات بشك انه تتطبق اليوم. الاستحاله مؤقته يعني ما عم بيقدر يجي مؤقتا لانه الفي دو برانس الحكومه قررت انه ما في يروح. بهيك حاله فينا نرجع لسنه 77 تشريع الرئيس ساركيس علق عقود العمل بدل ما نفسخهم لانه كارثه بصير اجتماعيه. صحيح. بتعلق عقود العمل. بالنسبه لتخفيض الراتب بالمبدا كمان راتب ممنوع يتخفض، واذا تخفض بقرار احد يعني بس من رب العمل بدون موافقه الاجير، وحتى لو وقع الاجير على موافقه بحق له يروح عند القاضي ويرجع يبطل الاتفاقيه ويرجع الراتب القديم. لانه ما فيك تعملي له اقل شروط اقل فايده من العقد اللي هو. بس ناتر هون انا رح مرق ملاحظه، تعليق عقد العمل بيأثر على الاستمرارية بتعويض نهاية الخدمة بالضمان الاجتماعي. يعني إذا تعلق عقد العمل لمدة طويلة هون ما بتعود هيدي الفترة اللي فيها تعليق عقد عمل تحتسب ضمن الفترة اللي بتخضع لتعويض نهاية الخدمة. هلأ نحن عم نحكي تعليق عقد العمل لفترة قصيرة يعني كحل استثنائي. نعم. اوكي مفروض لا يضلوا يعني بده يتصرف الواحد بحسن نيه. نعم. انه هذا الاجير راجع. هيدي شغله بالنسبه لتخفيض الراتب. بعد في شغله مهمه نضيفها، انه اليوم عم بينعرض على الاجراء انه قبال احسن ما تنصرف، انه بيعتبروا عنا اسباب للصرف 100% منخفض احسن ما تنصرف. نعم. بالمال. نحن انا على 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 يعني شخصيا شو بنصح، انه وقع هيدا الشيء. نعم. ولكن مع ثلاث شروط بالاتفاقية. اول شيء خليها تكون خطيه، كتب انه مؤقت، التخفيض مؤقت، بوافق عليه بشكل مؤقت الى حين ترجع الظروف الى ما كانت عليه. وثانيا يعني يضلوا يتصرح للضمان على الراتب الاعلى، هيدي كثير مهمه، وعلى كل صدر مذكره عن الضمان. مذكره عام 19. نعم. ذكرت بالقانون ماده 85 من 73. نعم. انه بضل يتصرح على الراتب الاعلى لانه هيدي بتاذي للاجير. طب بس هل ملزم صاحب العمل يكون عم يدفع للاجير لو كان بالتعبئه العامه؟ لكن أنا في شيء بدي أقول لك إياه، بس يعني يسامحوني المشاهدين، شيء كتير للأسف عنا مبدأ كبير بيقول يعني مهم جدا، بيقول لا راتب دون عمل. هيدي موجبات عقود. أوكي. هيدي اجتهادات محاكم سابقة. نعم. لا راتب دون عمل. ولكن حسن النية بيطغى 100%. يعني فينا نقول بمعنى آخر أنه قرار التعبئة اليوم ما بيشكل سبب لفسخ العمل. خلينا نشوف تقرير فوكس بوب سريع بفرجينا رأي الناس بما يتعلق بالأشخاص اللي عم تشتغل برات بيوتها بسبب التعبئة العامة، أو اللي عم تقبض معاش كامل أو نص معاش. منشوف سوا هذا التقرير ومنرجع. برأيك الأشخاص اللي عم تشتغل بالبيت بتستاهل تكون عم تقبض معاش كامل ولا نص معاش؟ لا، نظراً للحالة الاقتصادية الحالية اليوم المعاش الأساسي ما عم بيأدي.
حتى لو قبضوا نص معاش يعني هذا تعتير بتعتير. مفروض اليوم يكون في بيئة حاضنة لهالعملية، مفروض يكون في مقومات عيش على مستوى أنه الإنسان يضل يكفي حياته، وإلا إذا عطوه نص معاش أو ربع معاش عم يعدموه. هو بالأساس معاشه الكافي ما عم بيعدي. أكيد معاش كامل ومعاشين كمان، إنترنت وكهرباء وبيقطش وثلاث معاشات. هلأ بالنسبة للوضع اللي نحن فيه، يعني حتى اللي قاعد بالبيت ما عنده مدخول غير هيدا اللي عم يحصل عليه من الأونلاين ولا كان غيره، يعني يستحق المعاش كامل أكيد. هلأ بالوضع اللي نحن فيه بفتكر إنه لازم يضلوا على المعاش ويزيدوا لهم كمان، لأنه الشغل شغل بالنهاية، وإنه إذا كانت بالبيت أو كان بالمصنع أو بالأوتيل أو بحيلا محل يشتغلوا فيه مفروض معاش كامل، بس إنه أكتر شيء إنه بيشيلوا بدل النقل بس هيك. المعاش كامل أكيد أكيد، يعني شو بيعمل لهم بالأيام المعاش خاصة على اللبناني يعني. المعاش كامل، مين عم بقدي نص المعاش؟ مفروض كل حدا يأمن استمرارية، اللي بعرفه أنا. يعني يمكن إذا كان الحل نص معاش يكون نص معاش، إذا كان الحل أكتر يكون في تعاون بين الكل، لأن الكل تعبان. إذا عم يعملوا شغلهم مزبوط، التاسك عم يعملوها كلها، لا بيستاهلوا معاشهم كامل. لا معاش كامل. يعني الأجوبة كانت واضحة وصريحة، تقريباً هيدا اللي كلنا متوقعينه من العديد طبعاً من اللبنانية. شو تعليقك بس هيك بشكل سريع؟ يعني بدي أقول لأرباب العمل وللأجراء، يعني مصيبة وحمل يعني واقع على الكل، بدنا نتقاسم الضرر كلنا. صحيح. يعني ما فينا نطلع عن القانون، قد ما فينا منجرب نعيد التوازن للعقود، قد ما في رب العمل بده يضحي، الأجير بده يضحي كمان ليحافظ على عقده. صح. ورب العمل كمان بدك تراعي ظروفه كمان، ما انتاجيته كمان خفت، يعني للأسف هيدا الواقع. جو شو رأيك بهيدا الموضوع؟ يعني ما فينا نزيد كتير على القلة والمتر، بدنا نراعي يعني اليوم رب العمل والأجير عايشين بفرد بلد وتحت نفس الظروف، يعني نفس الظروف الاقتصادية ونفس الظروف الصحية. صح. هلأ الأجوبة كانت كلها مرتبطة بالوضع الاجتماعي، إذا نحكي عن الوضع الاجتماعي أكيد يعني ما بيسوى أبدا ما يندفع رواتب أو تتخفض الرواتب، بس كمان نحن تعلمنا والماتر بتعرف نفصل بين الأثيكس واللو، يعني بدك تفصلي بين مش كل شيء مسموح بالقانون بيكون أخلاقياً مزبوط مسموح. ونفس الشيء يعني من هيك هون بدنا نوازب. بعتقد اليوم الورك فروم هوم أو العمل عن بعد بلش يتنظم بدول تانية وبيحط له يعني هو بيحط له أسس يعني وبيطبق تطبق هالأسس بلبنان، وعلى هيدا الأساس يمكن بيكون في تايم شيت معينة. صح. لواحد يعرف قديه عم يكون في وراء إنتاجية من وراء هيدا العمل من البيت، وعلى هالأساس بيندفع الراتب، مش مشكل يعني تسديد الراتب مفروض يصير إذا صار في عمل مقابله. ماتر بدي أسألك، في حال رب العمل قرر يدفع بالليرة اللبنانية وقامت الشركة بتسديد راتب العمل بالدولار الأمريكي لعدة أشهر عم بحكي، هل يعتبر هيدا الشيء حق مكتسب؟ إذا الراتب متفق عليه بالليرة اللبنانية وقامت الشركة دفعت بالدولار الأمريكي. أوكي، بهيك حالي طبعا الحل أكثر فائدة اليوم للأجير، دونك ما في سبب لإبطال هيك اتفاق. ولكن ليدخل كأساس الراتب، يعني تعتبريه هيدا راتبه وتعتمديه لعطول، دايما بده يكون في عنصرين موجودين، الاستمرارية والثبات. على قد ايه وقت؟ إذا كذا شهر لا، الاجتهاد بقلك بده يكون استمرارية لسنتين وما فوق. إذا صار في اتفاق بيناتهم أنه هيدا الراتب الجديد طميو خلص مش أوكي. الحال بس إذا بلا اتفاق لا، وحتى في اجتهادات من 97 و98 بتقول أنه إذا اندفع الجزء أو تعدل الراتب صار بالدولار كتعويض عن تدهور العملة، لا يعتبر أنه هيدا راتبه الجديد، بيضلوا يؤخذ بالراتب السابق. نعم. نحن أكيد رح نتابع حديثنا، ولكن قبل رح نروح لفاصل إعلاني صغير ومنرجع لنتابع حلقتنا. بنشوقلك وش عليك.
عودة لكم مشاهدينا، برحب فيكم عن جديد بحلقة الليلة من شو إلك وشو عليك، وبرجع برحب بضيفتنا المحامية بالاستئناف سيدة ريان عاصي، أهلا وسهلا فيك عن جديد. أيضا جو برحب فيك عن جديد. بعدنا عم نحكي عن الاتفاقيات والعقود يلي عم بتصير بظل التعبئة العامة وتأثيرها من وراء أزمة تقلبات سعر الصرف. رح نحكي كمان بذات الشق، وأبدأ معك بأول سؤال، هل يحق لرب العمل تحويل الأجر من الدولار الأمريكي للليرة اللبنانية من دون ما يكون آخذ إذن مسبق من الأجير؟ عنا هون تناقض بين نصين، قانون النقد والتسليف بيقول عملة الإبراء هي العملة الوطنية بلبنان، ويعاقب بالسجن، حتى معطوف على قانون العقوبات، يعاقب بالسجن كل من يرفض انه يقبض بالعملة الوطنية، بتوصل عقوبة لثلاث سنين حبس يعني. ولكن بالمقابل عنا العقد شريعة المتعاقدين، وعنا اجتهادات اذا بتقول اذا العقد ما بينص على كلمة او ما يعادله بالليرة اللبنانية ملزم موجبات وعقود بتأكد ملزم ايفاء الشيء نفسه ولو البديل عنه، يعني الاكيفالان اهم قيمة اعلى قيمة لاله ملزم. هلأ بالنتيجة مسموح يدفع له بالليرة اللبنانية، ولكن هون رجعنا لنقطة انه هيدا الراتب صار اقل فائدة للأجير. مزبوط. اقل فائدة للأجير اذا وافق الأجير، اوكي فاين، بيمضي اتفاقية مثل ما حكينا قبل مشروطة، واذا ما وافق بحق له يعترض، ويعتبر عقد العمل بهيدي الحالة مفسوخ على مسؤولية رب العمل، يعني مثله مثل الصرف التعسفي. أوكي. ولكن اليوم نرجع منكرر، الهدف هو المحافظة على العقود وليس فسخ العقود. صحيح. دونك بدهم يوصلوا لكونسنسوس، يعني كل واحد بيناتهم انه شو الانسب لك شو الانسب لي. اليوم بالنسبة لفسخ عقد العمل كيف بيتم، يعني شو الحالات يلي بيقدر فيها رب العمل او صاحب العمل يفسخ العقد، وكمان الاجير يعني بحق له كمان يفسخ العقد، و بالنسبة للإنذارات والشروط، شروط شكلية معينة كيف عم تصير؟ نعم، هو قانون العمل بالمادة 50 اعتمد مبدأ حرية التعاقد. يعني وقت اللي بده رب العمل وقت اللي بده الأجير بيفسخ عقد العمل شرط يبعث له إنذار مسبق. نعم، إنذار مسبق حسب أقدمية الأجير قد صار له بالمؤسسة، بيصفي له حقوقه ومستحقاته وبيمشي الحال. ولكن أسباب الصرف دايما بدها تكون بتتعلق بأدائه بالعمل. هلأ عمليا على الأرض، أنا عملي بهيدا الدومين يعني كذا سنة، ولا مرة ما بيطلع غير تعسف إذا رب العمل، يعني لو شو ما كان الأسباب دايما بيطلع تعسف، مع أنه حرية التعاقد. الإنذار إذا ما أرسلوا رب العمل قبل شهرين أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة حسب الأقدمية، يعتبر الصرف تعسفي، بيتعرض رب العمل بهيدي الحالة لتعويض فوق تعويض الإنذار بيدفعلوا مقابلهم، تعويض صرف تعسفي من شهرين ل 12 شهر، وإذا بالعكس مثل ما عم تقول من شهر لأربعة أشهر الأجير مجبور يدفع. هلا الإنذار أصوله الشكلية الخطية منه ملزم بالخطية، في يكون الإنذار شفهي، ولكن الخطية أحسن للمحاكم لحتى تثبت ولحتى مجبور يكون معلل الإنذار كمان. وإلا جو شو التأثير المالي جراء الفسخ اللي بيصير؟ التأثير المالي بالتعويض يلي حكيت عنه الماتر، اليوم أي فسخ للعقد بيكون فيه مقابله تعويض عن أشهر إنذار أو عن سنين خدمة. هيدا التعويض بما أنه بهاي الفترة بيكون الأجير ما عم يشتغل، تعويض لقاء فترة ما اشتغل فيها الأجير، هو ما في من اشتراكات الضمان الاجتماعي. بالسابق قبل سنة 2019 كان بيخضع هذا التعويض لضريبة الرواتب والأجور، لأنه بتعتبره وزارة المالية ناتج عن اتفاق بين رب العمل وبين الأجير، رغم أنه ما في اتفاق، في خلاف نتج عن خلاف، ولكن إذا ما في قرار محكمة بصرف تعسفي يعتبر مثله مثل حال الاتفاق، وكان يخضع لرواتب الأجور. اجت موازنة سنة 2019 عفيت تعويضات الصرف من الضريبة،
لانه صار في كثير صرف من الخدمه مؤخرا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، سو انعفت من ضريبه رواتب الاجور. نعم، ماتر، بنعرف انه في انواع للعقود، اولا شو هي انواع العقود وشو الفرق بين عقد العمل وعقد المقاوله؟ نعم، عقود العمل عندنا نوعين، مينلي نوعين، المحددة المدة وغير المحددة المدة. نعم، المحددة المدة بيتفقوا على سنة ممكن تجديدها. هلا إذا محدد المدة وفيه إمكانية لأي طرف من الطرفين إنه يفسخه قبل الوقت، أو إذا استمر وتجدد لأكثر من سنتين بيصبح بمثابة العقد غير المحدد المدة. نعم. العقد غير المحدد المدة ما فيك تفسخه إلا للأسباب بالمادة 50 حكينا عنها من شوي. اللي بيفرق عقد العمل عن عقد المقاولة، عقد المقاولة بنص عنه قانون الموجبات والعقود، هو يعني إلزام شخص، عقد بموجبه بيلتزم شخص بأنه يؤدي عمل لفريق آخر لقاء بدل يوازي قيمة الخدمة. عقد العمل هو أنه بتجعل خدمتك رهينة شخص آخر، بتضلك تحت تبعيته الإدارية. أهم عنصر للتفرقة بين اثنين هو التبعية، التبعية القانونية الاقتصادية. نعم. الإدارية. نعم. يعني مش تحت ديركتيف عام، لا، تحت رقابة من رب العمل، بيكون عنده راتب شهري بياخده متكل عليه، ما في يكلف حدا غيره يساعده بالمهمة هو شخصيا بده يقوم فيها، هذا عقد العمل. هلا نتائج أهمية التفريق، الصرف بالمقاولة ما في صرف. هلا بدي اعرف، ما في ضمان، في فسخ للعقد يعني. نعم. بس ضريبيا شو بيفرق بين عقد العمل العادي وعقد المقاوله؟ ضريبيا عقد العمل بيخضع لضريبه الباب الثاني، نحن بنسميها ضريبه الرواتب والاجور، وكمان بيخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي مثل ما قلت المات، لانه شخص بيكون موظف ضمن هالشركه تابع لادارتها، بيجي على الدوام، بفل على الدوام، بفرس باذن منا، هون هيدا عقد العمل. عقد المقاوله انا والماتر فينا نكون عاملين هيدا العقد، يعني في يكون محامي، في يكون مدقق حسابات، عنده عقد مع الشركه، مزبوط، او مستشار، بيخضع لضريبه الباب الاول اللي هي ضريبه الارباح، لانه الايراد اجى نتيجه مجهود مهني او نتيجه فاتوره من شركه معينه، ومش نتيجه عمل وظيفي. كنا عم نحكي اساسا بالحلقه السابعه عن شطور الباب الاول شطور الباب الثاني. بدي اسال هلا ارباب العمل، بدي الفت نظر لشغله، دائما بتتستر وراء عقد بتسميه مقاوله، ولكن هو بيكون فعليا عقد عمل. هون القاضي دائما بيرجع ل مش للتسميه، ما بياخذ بتسميه العقد، بيشوف فعليا اذا في هيدي التبعيه اللي عم نحكي عنها، بيعتبره عقد عمل، يطبق عليه الضمان والجميع الحقوق الاجير. طب هل هناك فئات معينه ما بتخضع للقانون اللبناني؟ طبعا عندك الخدم بالبيوت لا يخضعون، جنسيات معينة عم نحكي هون، كل الجنسيات، كل شيء خدم بالبيوت لا يخضع لقانون العمل. المؤسسات يلي عندها طابع عائلي بيشتغلوا فيها الأهل والولاد فقط دون موظفين آخرين كمان ما بيخضعوا. الزراعيين، نقابة الزراعيين، هون بناخد طبيعة العمل مش نوع العمل، يعني إذا كان واحد سكرتير، واحدة سكرتير، أو حدا إداري بمؤسسة زراعية بيخضع، ولكن الزراعيين لا يخضعون. نعم. لقانون العمل. وعندنا طبعا موظفي القطاع العام وموظفين البلديات والادارات الحكوميه. نعم. كمان لا تخضع لكم. نعم، العمال الزراعيين ما بيخضعوا للضمان الاجتماعي كمان أيضا. نعم. بس بيخضعوا لموجبات العقود، لقانون. نعم. الموجبات والعقود كمان بينظم اجاره الخدمه وليس قانون العمل. نعم. شو الحالات يلي ما بيجوز فيها توجيه انذار للعامل؟ ممنوع توجه انذار للمراه الحامل. نعم. لأجير عم يستفيد هو خلال إجازته، شو ما كانت الإجازة بما فيها إجازة الأمومة، ممنوع توجه إنذار. طيب هل بيقدر صاحب العمل أنه يشغل العامل بشروط تعاقدية مخالفة لما نص عليه قانون العمل؟ يعني بيقدر يطلب منه شيء مخالف عن موجود بالشروط المحطوطة؟ نعم، حسب إذا بتأثر، يعني بتعمل ضرر على الأجير ولا لا. إذا ما بتأثر عليه بشيء بحق له، مثلا. نعم. تغير الأدريس تبع المؤسسة، كانت هون صارت هون، بس ما بيتأثر الأجير فيها، إيه بحق له أكيد، يعني لتنظيم، لتحسين الأداء بالشركة العمل بحق له. ولكن إذا أقل فائدة، مرجع بكرر، هون بحق له الأجير يطلب فسخ العقد على مسؤولية رب. نعم. العمل. نعم. بالنسبة للنظام الداخلي للمؤسسات، نحن نعرف أنه
مؤسسات ملزمه يكون عندها نظام داخلي مسجل بوزاره العمل. باي حاله لازم يكون في نظام داخلي للمؤسسه؟ قانون العمل بيتناقض بهالموضوع، في باول ماده 9 بيقول اذا كانوا الاجره اكثر من 25 بيرجع لاحقا بيقول اذا كانوا اكثر من 15. الفقهاء بيقولوا انه بتاخذ بالثانيه لانه اجت من بعدها لاحقه، دونك اذا عنده اكثر من 15 اجير مجبور يسجل نظام يتصادق عليه من وزير العمل، بينحط بقلبه شو هي العقوبات المسلكيه، شو هي الاجازات، لانه اجازات قانون العمل عيد العمال والاستقلال. نعم. توصيه من الوزير بيقول لك لا 8 بالسنه، النظام بيزيدهم. نعم. يعني مين اللي هول بيكونوا بالنظام؟ يعني لما واحد بيسجل نظام داخلي بيقدر نظام الداخلي يكون في شروط تتعارض مع قانون العمل؟ ابدا، قانون العمل عنده انتظام عام. نعم. ذات انتظام عام ممنوع تخالفه، ممكن يكون احسن، عاده بيكون احسن. نعم. رح اروح على موضوع القوه القاهره والظرف الاستثنائي يلي ما كثير كانت تطبق قبل، ولنشوف نحن كيف يعني باي ظرف نعتبر نحن بقوه قاهره او بظرف استثنائي. هل مثلا جائحه كورونا او الاقفال اللي صار من يعتبر قوه قاهره مثلا؟ لبنان لليوم بعد رسميا ما اتخذ موقف لانه اصلا المحاكم مسكره، ولكن صدر قرار يتيم عن قاضي التحقيق اعتبره قوه قاهره. القوه القاهره اللي بيخليها تختلف عن الحدث الطارئ هي بتعمل استحاله بتنفيذ الموجبات، استحاله يا كليه يا جزئيه، بيترتب عليها حل من الموجبات كلي او جزئي. اما الحدث الطارئ، الحدث الاستثنائي او الطارئ، هو ما بيعمل استحاله بالتنفيذ ولكن بيزيد عبء على المتعاقدين، بيرهقهم اكثر صعوبه. هون بدك تثبت الضرر وبدك تثبت حسن النيه. خلينا اختم اخيرا بقانون العمل، اذا بيحمي العمال عندنا بلبنان، القانون اللبناني بيحمي العمال ولا لا؟ هو بيحمي العمال ولكن بحاجه لتعديلات. يعني صار قديم، بال 2011 وزير العمل شكل لجنه لتحديث هذا القانون بطلب من منظمه العمل الدوليه اللي ذكرتها، انه في كثير اتفاقيات دوليه بترعى عقود العمل وقانون العمل لبنان موقع عليها، لتنظيم القانون لازم تتدخل ضمنه لهالقانون، وليشيل التمييز بين الرجل والمرأة، ليمنع تشغيل الأطفال. يعني في أشياء لازم تتعدل بقانون العمل طبعا. ولكن بشكل عام يحفظ، برأيي يحفظ حقوق الأجير إلى أقصى حد. يعني المحاكم رير لي لتلاقي شركة ربحت ضد أجير بمحكمة، حتى لو بكل موضوعية بيكون معها حق، دايما الحق مع الأجير. يعني أنا بتقول أنه اولا شكرا لك المعلوماتك القيمه سيده ليان عاصي، شكرا لاستضافتكم. نحن وصلنا لختام حلقتنا، طبعا بدي اتشكرك وبدي اتشكرك جو ايضا، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم مشاهدينا. يعني انا كمان بدي اسمح لحالي وبدي عيدكم، لانه نحن ما رح نطلع على الهواء قبل العيد، فمعلي بدي اسمح لحالي عيد كل المشاهدين واتمنى لهم فصح مجيد. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، نلقاكم بحلقات مقبله والى اللقاء.